وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بك دكتور ثامر. حياكم الله أخي الكريم. أكدتم في بيانكم أن لديكم معلومات تؤكد قيام ديوان الوقف السني بالتفريط بمصالح الوقف والمساجد، فيما تمثل هذا التفريط باعتقادكم؟ أخي الكريم، الآن ما يجري في الأوقاف الإسلامية الوقف السني خصوصا المساجد والعقارات من سلب ونهب واغتصاب هو أمر خطير وهو محرم شرعا. ما يجري هو محاولة من الحكومة الطائفية السيطرة على الأوقاف الإسلامية التابعة للوقف السني حصرا من المساجد والعقارات، بالسطو عليها كان تارة والسيطرة عليها ومنع الناس من الصلاة فيها إذا كانت هي مساجد، ومنع الانتفاع منها إذا كانت هي عقارات. وقد قتل أئمة وخطباء كثر بعد الاحتلال، ذهبت أرواحهم وفاضت أرواحهم في سبيل الله في محاولة إقامة شعائر الله عز وجل. نعم، ونحسبهم شهداء عند الله عز وجل. أما فيما يتعلق في تفريط الوقف فكان بعدة طرق. نعم، لدى الهيئة معلومات موثقة ومن مصادر موثوقة أن إدارة الوقف السني بعد الاحتلال قامت خصوصا فيما يتعلق في السنوات الأخيرة من تغييرات في الوقف السني، هناك مؤامرة على الوقف السني والأوقاف السنية بتسليم ما هو وقف من المساجد والاستثمارات إلى الوقف الشيعي، إما عن طريق كما أشار البيان، إما عن طريق اتفاقات وتفاهمات تقوم بها إدارة الوقف السني والشيعي وتسليمها مباشرة، وإما تارة تكون عن طريق الاحتكام إلى القضاء، ثم بعد أن تسير القضية تنازع ما بين الوقف السني والشيعي على الملكية يهمل الوقف إدارة الوقف السني إهمالا متعمدا الذهاب ومتابعة القضية وحسمها، مع أن كل الوثائق والأدلة تقول أن هذه تابعة للوقف السني، لكن تخلف محامي الوقف السني من متابعة القضية، ثم بعد ذلك تحكم عن طريق القضاء بأن هذه الخصومة تكون لصالح الوقف الشيعي. هذا أمر. وقد صدر مؤخرا وثيقة اتفاق ما بين الحكومة الطائفية وعن طريق الحكومة الطائفية ما بين الوقف السني والشيعي على تفاهمات تكون مؤطرة إطارا شبه قانوني على التنازل من الوقف السني للوقف الشيعي في بعض المساجد والاستثمارات. بماذا تفسرون هذا التنازل عن الكثير من الأوقاف والمساجد؟ أخي الكريم، للأسف ما بعد الاحتلال عندما كانت الهيئة في أول أمرها في بعد 2003 كانت داعمة للوقف السني، وقد قامت بجهود كبيرة وجبارة في أن ترجع الأوقاف السنية التي سلبت وسيطرت عليها الميليشيات إلى الوقف السني. الآن الوقف السني أصبح مسيس أولا من جهات سنية تحاول السيطرة على الوقف السني، وبذلك هذا سيجرها إلى التنازل كي تحصل على إدارة الوقف السني، ستكون مجبرة على التنازل للوقف الشيعي كي يجعلها هي التي تمسك إدارة الوقف السني. وهذا أصبح للأسف سنة متبعة تقوم بها بعض إدارات الوقف السني ما بعد الاحتلال لكي تتقرب إلى الحكومة الطائفية، ثم فبالتالي تكون هي الأمر هو عبارة عن مكاسب شخصية لا غير. نعم. طيب، اللجنة التي شكلتها الهيئة لمتابعة هذه التجاوزات بشأن الأوقاف في العراق، ما أهم ما انتهت إليها؟ طبعا هذا الأمر الهيئة عندما كانت شكلت اللجان، هذا كان في 2000 بعد 2003. نعم. الهيئة كان لها جهود كبيرة في استرداد الأوقاف من المساجد والعقارات بعد 2003، وكانت ساندة وداعم الوقف السني في حينها بأن يكون قوي وأن لا يتنازل عن الأوقاف أمام الهجمة الشرسة للميليشيات في وقتها وأمام الهجمة الشرسة للأجهزة الحكومية الطائفية في وقتها. فشكلت لجنة في متابعة المساجد المغتصبة واستطاعت أن تسترد أغلب هذه المساجد وأغلب الاستثمارات أو العقارات. ومن هذه الجهود الداعمة
هو إقامة تجمع كبير في جامع أبي حنيفة النعمان، وقد أشار البيان إلى ذلك، لدعم الوقف في آنذاك. لكن للأسف نقولها، إدارة الوقف بعد أن أول تدخل فيها من قبل السياسيين ومحاولة تأسيس الوقف، اتفقت إدارة الوقف مع الحكومة الطائفية مع بعض السياسيين في استبعاد الدعم الذي تقدمه الهيئة، ورمت الإدارات نفسها بعد ذلك في أحضان الحكومة الطائفية التي استغلتها أبشع استغلال للتنازل عن بعض الأوقاف السنية في مقابل تثبيت هذه الإدارات أو تلك. فأصبح الوقف السني ألعوبة بيد الحكومة الطائفية عن طريق الأطماع الشخصية والحزبية التي تسعى لإدارة الوقف، حتى وصلنا الآن إلى هذه الاتفاقية الظالمة الطائفية التي تحاول تسليم الأوقاف السنية بلباس قانوني في محاولة التستر على اللباس الطائفي الذي ظهر وبان عن هذه الاتفاقية التي ظهرت في الإعلام. نعم، أشكرك جزيلا دكتور ثامر العلواني، عضو هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا من عمان عبر الخط الهاتفي.